قضية الإمام المهدي ليست قضية شيعية، بل هي قضية إسلامية، بل هي قضية كونية تتجاوز أمر الدين الإسلامي. الشيعة يعتقدون بموضوع المهدي، غير الشيعة أيضا يعتقدون، بل حتى المسيحيون واليهود ضمن فكرة المنقذ المخلص يتعاطون مع هذه القضية ويعتبرونها من القضايا التي لا بد أن يناقش فيها ويبحث فيها. جهة ثالثة لأهمية الموضوع المهدوي أن هذه القضية تستتبع عملاً في الحياة ومنهجاً في الحياة ومساراً. مو كل القضايا العقائدية من هالنوع. افترض مثلاً الآن هناك قضية أن أعمال الإنسان يوم القيامة تتجسم أو لا تتجسم، هل أن ما عمله الإنسان في هذه الحياة من خير أو شر يأتي نفس العمل بالأبعاد الثلاثية بنفس الصورة كما وقعت هو يحضر أو لا؟ هناك محل حساب، تأتي صورة الثواب بالنسبة له، صورة العقاب، صورة العمل. هذه مسألة من المسائل يبحثونها في العقائد، لكن لا تؤثر كثيرا على مسار الإنسان، ما تغير من مسيرته. إذا قالوا له افترض أنت نفس عملك الصالح هو الذي يأتي ووجدوا ما عملوا حاضرا، نفس العمل يحضر إليك، حضورك في هذا المكان هو نفسه ينتقل هناك، صلاتك تنتقل هناك، مو ثواب ذلك اللي هو الرأي الآخر. ووجدوا ما عملوا يعني نتائج ما عملوا، آثار ما عملوا، ثواب ما عملوا، هذا الرأي الآخر. سواء كان هذا أو هذا ما يتغير مسار الإنسان، اللي بيعمل خير بيعمل خير، واللي بيعمل شر البعيد يعمل الشر. لكن قضية الإمام المهدي لا تختلف. من لا يعتقد أساساً بأن هناك إماماً وهادياً وخليفة لرسول الله صلوا عليه، كما ذكر ذلك أحد رؤساء المحاكم في دولة خليجية، ألف كتابا بعد النبي خير البشر لا مهدي ينتظر. طيب، هذا الإنسان إله مسار، إله مسلك. ذاك الذي يعتقد أن هناك إماما مهديا ممثلا لرسول الله سينصره الله ويظهره الله، هذا مساره يختلف. اللي يعتقد أن المهدي ما ولد وإنما يولد ويوجد في آخر الزمان كما عليه غالب مدرسة الخلفاء، يختلف عن ذلك الذي يقول إن المهدي قد ولد في سالف الزمان
وأنه غاب وعين سفراء مباشرين أيام غيبته الصغرى، وعين نوابا عامين في غيبته الكبرى، وأن على الناس أن يتبعوا هؤلاء النواب العامين أي الفقهاء والمجتهدين. هذا يختلف في مسار، صار ملزم بالتقليد وصار مضطر إلى أن يأخذ العلم والفقه من مرجع فقيه، وهذا يختلف عن الشخصين الآخرين.